السيسي يؤكد أهمية جذب الاستثمارات لتنمية إفريقيا ويحث المجتمع الدولي على دعم بلدان القارة. عون يؤكد أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي. الدفاع الروسي تحذر من خطورة التهديدات التركية بشن عدوان جديد على سوريا. الرابعة عصرا الثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قمة مجموعة العشرين وإفريقيا تعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الإفريقية على نحو غير مسبوق. وفي كلماتها أمام الجلسة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، شدد الرئيس السيسي على أن جذب الاستثمارات أمر لا غنى عنه لتنمية إفريقيا، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم لدولها. واعتبر أن نهوض الدولة الإفريقية يحقق المنفعة المتبادلة، لافتا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يؤثر إيجابيا على الجوار الأوروبي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة والتي تجمعها بألمانيا وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة. وخلال استقباله وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كارين باور بمقر إقامته ببرلين، شدد السيسي على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في المجال العسكري في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط والمنطقة من تحديات كبيرة تفرض على مصر مسؤوليات ضخمة في مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية. من جانبها أشادت كارين باور بالجهود المصرية لدحر الإرهاب، وهو الأمر الذي عزز من دور مصر التاريخي في المنطقة كركيزة للأمن والاستقرار. وقعت مصر وألمانيا عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين مصر وألمانيا، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا. وقام بتوقيع الاتفاقيات عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن الحكومة الجديدة ستكون سياسية تضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي. وأضاف عون أنه سيتم تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات الجارية مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الهدف من عدم تحديد موعد هذه الاستشارات هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف. حذرت موسكو من خطورة التهديدات التركية بشن عدوان جديد على سوريا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن تهديدات أنقرة باستئناف عدوانها على مناطق شمال سوريا ستؤدي إلى تفاقم الوضع هناك. وصلنا لختام هذا الموجز، والمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.